باغي. طبعا لازم يجيلك صداع، انت مستهون بالضربه اللي انت خدتها. بس دي ورمه قوي، احمد ربنا انها جت على حد الورم وبس. لو اشوفوا الجبان اللي عملها ده. هتشوفوا ازاي اذا كان عفريت؟ لو ايه وعفريت ايده تقيله قوي. على العموم ورب ضاره نافعه، اللي حصل ده قضى نهائي على اشعه العفريت. بس اكد في الوقت نفسه ان في انسان بيدخل البيت ده بطريقه جهنميه علشان يعمل المسرحيه السخيفه دي. ده لغز بقى، ولو شاطر تحل. ايوه، واسيب بقى الرسم واقضي اجازه التفرخ واقعد ادور على الفعل المجهول، مش كده؟ وتعمل روايه بوليسيه وتسميها في الاخر لغز بيت الحلوان. تصوري لما بضحك دماغي بتلق من جوه. معلش بعد شويه الصداح. بس اللي مش قادر افهمه، اللي عاوز يعمل المهزله دي بيعملها ليه؟ هدفه واضح طبعا، انه يطفشك من هنا. ليه؟ مش راضي عن وجودي هنا ليه؟ هو ده السؤال فعلا. لازم في شيء خطير هو اللي بيخليه يعمل كده. انا رايي تبلغ البوليس. ايه؟ ابلغ البوليس؟ اقول لهم ايه؟ بسمع اصوات غريبه وناس بتضربني في الضلمه؟ ثم نهار البوليس ما يجي يفتش البيت مش هلاقي حاجه، والاصوات هتختفي، وبقى ساعتها انا بقى منظري اللي وحش. يبقى خلاص سيب لهم البيت. اسيب البيت؟ طبعا، بدل ما يعملوا فيك حاجه تانيه. انت عارف هيعملوا فيك ايه المره الجايه؟ هيعملوا ايه؟ ليه زي دول جبنة؟ مش هيعملوا حاجه ابدا. كل اللي يعملوه انهم يخوفوكي او بالكتير يضربوكي من وراكي، ولو خفت منهم ابقى اجمل منهم. لا، انا مش هسيب البيت. بقى الجدع يتضرب وانتوا معاه؟ ده كلام برضو؟ هو احنا شفنا حاجه؟ ده انا وعوضين يا دوب لفينا لفتنا ورجعنا لقيناها سطيحه على الارض. والغريبه اننا ما سمعناش اي صوت. وبعد ما نقلنا اوضه المشربيه طلعت انا وعوضين لفينا البيت تاني حته حته، ان نعثر على قطه مفيش فايده. البيت فيه مزانق كتيره ما تعرفهاش يا عم ايوب. يعني نعم يا عباس. مش القصد يا عم ايوب، انا بسمع من صغري ان البيت مليان سراديب واوض مسحوره وبيار مهجوره انا متهيألك ده برضه. ده احنا في حتت كنا بنخاف نجرب منها يا عم ايوب، لانها حتت قايله للسقوط وخطر المشي فيه، ولا يمكن اي بني ادم يتجرأ انه يهود ناحيتها. على كل حال مش ده المهم، المهم ان احنا عارفين مين اللي بيعمل كده. هو فيه غيره؟ بس بيعمل كده ليه؟ وقصده من كده ايه؟ المهم البضاعة في مكانها كلها معانا. خلاص محدش بقى يضرب الجدع الرسام ده تاني، كفاية عليه كده. يستنى عليه شوية كمان، لو ما رحلش نبقى اللعب من الجزيرة. بس معلم انا متهيألي انهم بدأوا يشكوا فينا. يشكوا؟ طب ما يشكوا، المهم ان محدش يعرف احنا بندخل منين ونخرج منين، ومحدش يشوفنا واحنا جوه. اتفضلوا بقى اتطرقوا كل واحد من ناحيه، ولما يجي الليل نبقى نتقابل. يلا مع السلامه. كل واحد من ناحيه. لا 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 لا، انا هقوم لوحدي. الصداع خف شويه وعايز اشتغل. بس انا ملاحظه انك لسه متردد، لسه ما رستش على موضوع بالذات. طبعا لازم اجرب انطباعاتي لغايه ما اوصل لحاجه. المشكله عندي مش مشكله موضوع، لاني لقيته فعلا. المشربيه برضو وهي تنوعات عليها. الحقيقه انا عايز استقر على اسلوب، لان دي مشكله اي فنان عايز يبقى له كيان، الشخصية يا رشا. بس أنا مختلفة معاك، أنت صحيح لك أسلوب مميز وشخصية، لكن اللي ناقصك هو الموضوع. بس احنا اتفقنا إن أنا لقيته خلاص. احنا ما اتفقناش، أنا رأيي إنك لسه ما لقيتش موضوعك. غريب، أنا متأكد إني لقيته،
انت فاكر مناقشتنا اللي فاتت عن الموتيف الشعبي؟ ايوه فاكرها، ولسه عند رايي. يبقى مفيش فايده بقى من مناقشه جديده. ده لازم ايوب ادخل. انا لسه بدريه. اهلا وسهلا، اتفضلي. برضو عندك ضيوف؟ لا 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 ابدا، دي مدموزيل رشا زميلتي وفنانه برضو زيي. اهلا وسهلا. الانسه بدريه جارتنا هنا في درب السنجة وطالبه في كليه الاداب. اهلا وسهلا. لسه عاوز ترسمني يا استاذ صبري؟ طبعا طبعا يا انسه بدريه طبعا. طب عن اذنكم بقى. لا راح فين يا انسه رشا، انت ما لحقتيش تقعدي معانا. لا معلش، اسيبك تكتشف الموتيفه الشعبيه بتاعتك. سلام. تقصد زميلتك؟ لا لا ابدا، اصلي احنا في الحقيقه كنا بنتكلم في موضوع فني عن الموتيفة الشعبية. وهي ايه بقى الموتيفة الشعبية دي؟ اصلي في الحقيقة ده موضوع معقد قوي، وما اعتقدش حاجة مسلي لو كلمتك عنه كده. طيب تحب اقعد فين؟ ايه العبارة يا ابت؟ البت دي داخلة طالعة كده عند الرسام كده اهو بدون مناسبة. ما هي دي زميلته يا معلم. كده؟ طيب وبدرية بنت نبوية الدلالة راخرة زميلته؟ لا ليه؟ لسه رايحة له من شوية. لازم بقى ناوي يرسمها. ايه؟ يرسمها؟ حلاوة. هو ضرب السنجة جراله ايه يا عالم؟ خلاص؟ ما عادش فيه رجالة؟ كفاية أنت يا معلم. ليه بقى؟ امال انت رحت فين يا شهبندر الدار؟ شاطر بس تعمل ابو عالي على فردوس بنت حمزه وتضربها. حمزه اخويا وفردوس بنتي، واطلع انت منها يا معلم. بمناسبه ايه بقى؟ يكونش فاكر نفسك شيخ مشايخ الدار؟ ايوه يا معلم. لا يا حاده، فوق لنفسك امال. الكلام ده تحمل بيه شوية بتوعك على فردوس واللي زيها. قصدك ايه؟ اسمع يا معلم، لو غرضك تجر شكة ليه؟ مش هنوق لك غرضك. اصل الخناقة عندي مزاج برضه. ويوم ما احب اضربك انا اللي هجر شكلك. تضرب مين يا بورة؟ بقول لك فوق لنفسك، ولا انت ناسي انت بتكلم مين؟ لا مش ناسي يا معلم، بكلم شحاته العايق، اكبر مهياص وبياع كلام في الجماليه كلها. كده؟ طيب بكره نشوف مين فينا المهياص وبياع كلام في الجماليه كلها يا عبس. وانت عارف انا اقدر اعمل فيك ايه؟ وان كنت ناسي انا ما نسيتش. مالك ومال عباس يا معلم شحاتة؟ أبدا ولا حاجة، أصلي بحبه أوي أوي أوي. بقولك إيه، مالكش دعوه بعباس، سيبه في حاله. ايه ده بقى؟ تهديد ده بقى ولا ايه يا نبوية؟ لا تهديد ولا حاجه، بس انا عارفه عباس كويس. هو صحيح ساب الفتوانه من زمان والتفت لشغله وعايز يعيش في امان، لكن لو فضلت تتحرش بيه كده مش هيسكت، وانت عارف بقى عباس لما يفيض بيه. طب ما انا عايزه يفيض بيه، وعايزه يفكر يرجع للفتوانة تاني ويمسك شومة، وساعتها بقى نشوف. يكون في علمك يا نبوية، عباس ده ما يقدرش يفتح عينه فيا أبدا. تعرفي ليه؟ لأني كسر عينه
واقدر بكلمه واحده اقولها اوديك في داهيه. ليه؟ ماسك له زله؟ اديك قلتيها اهو. عباس؟ مش معقول. لا معقول، ومعقول قوي كمان. حتى روح اساليه. سلام. هبعت لك الواد ليش؟ يبقى ادي له حته القماش. الوضع ده كويس؟ انا في الحقيقه مش عايز اكتفك، لان عارف ان قعده الموديل بتبقى مرهقه وممله. انا عايزه تتحركي زي ما انت عايزه. غريبه، انت اول واحد يقول لي الكلام ده. انا مش عايز ارسم لك بورتريه يا انسه بدريه. يعني ايه؟ مش فاهم. الحقيقه أنا عايز أوصل لتكوين معين يخدمني في دراسة المشربية. الملامح والتعبير المباشر مش مهمين قوي بالنسبة للتكوين ده. أنا في الحقيقة متخيل الحالة النفسية لبنت من بنات العصر المملوكي محبوسة ورا المشربية. عينيها بس هي اللي بتعبر، بتطل على الدنيا بنظرة فيها شوق وتمرد ورغبة في الانطلاق. انت عايز ممثلة مش موديل. انا ما اعتقدش ان في فرق بين الاتنين. لكن انا مش هقدر امثل ولا هقدر اديك التعبير اللي انت بتدور عليه. ما تحاوليش، انا هاخده من جواكي من غير ما توصلي. انت غريب قوي. انا متهيألي متهيألي انك عاوز تفرض عليا صورة في ذهنك غير صورتي انا. وده الفرق بين الفن والفوتوغرافيا يا نسا بدرين. انا برفض ده. انا عاوزك ترسمني زي ما انا. الظاهر اننا فهمنا بعض غلط. انت قبلتي علشان تقعدي قدامي وتساعديني علشان اعمل اللي انا عايزه، مش عشان ارسملك صورة شخصية. بس كل اللي رسموني قبلك عملوا كده وادوني صورتي كمان في الاخر. طبعا، لانها صورتك انت مش صورتهم هما، وده الفرق. فرق ايه بس؟ هي مش الصوره اللي انت هترسمها دي صورتي انا برضو؟ طبعا لا، لانها هتبقى ملكي انا. وانا دوري ايه؟ تقدري تقولي ملهمه مثلا. طب لو الصورة طلعت زي ما أنا عايزاها؟ تقصدي إيه؟ يعني إذا فرضت عليك صورتي ورسمتها زي ما أنا عايزاها غصب عني؟ مثلا. أنتي واثقة من تأثيرك للدرجة دي؟ طبعا. وأنا واثق من فني أكتر. نجرب ونشوف. مش مكفيك الكلام اللي قلتيه امبارح يا نبويه؟ جاي النهارده تكملي عليا؟ انت امبارح كنت ظالم يا عباس، وانا ما احبش اشوفك ظالم. نهايته دي حكايه وعدت. احنا في النهارده في الكلام اللي بيقولوا عليك شحاته. وانا مالي ومال الكلام اللي بيقولوا شحاته؟ الكلام ده عليك انت يا عباس. انت تايه عن شحاته؟ هو بيقول كلمتين عشان يهلفط بيهم، يمكن الناس تخاف منه. لكن انت خايف منه يا عباس. انا؟ انا اخاف من شحات العيق؟ لا، عشان انا عايز اعيش في حالي والتفت لشغلي عشان اعوض سنين الشقاوة والكلام الفارغ، ابقى خايف من شحاته؟ ده بيقول ماسك عليك زلة ممكن توديك في ده. ما يقول اللي يقوله. ثم انت مالك يا نبوية كده يا عباس؟ حاضر، كتر خيرك. عايز مني ايه تاني يا معلم؟ انا مش مسدد لك حساب القهوة على داير مليم. انا ما بتكلمش على حساب القهوة. انت اليومين دول بتشتغل مش كده؟ الحمد لله.
ويومياتك المرة دي كويسة؟ برضو نحمده. خلاص يبقى تورد لي كل يوم ربع جنيه. ربع جنيه؟ بتاع ايه يا معلم؟ تقدر تقول عليه بدل حماية. بدل ايه يا معلم؟ بدل حماية يعني بلاف يا صدمة. انا سايبك عايش في الدار بتاكل عيش ومفيش حد بيتعرض لك. يعني انا محدش يتعرض لي ومحدش يقدر يتعرض لي. لا في فتح مخك معايا يا ابو خالو. وبلاش غباوه، انا ممكن اطردك من الضرب كله. يعني ايه يا معلم؟ فرده سميها زي ما تسميها، المهم تدفع الفلوس من سكات. طب وين ما دفعتش؟ يبقى احسن لك ما تهوبش ناحيه الضرب ده خالص، وتشوف لك داهيه تانيه تتويك، ولا ترجع بلدك. من بكره تورد المعلوم، فاهم؟ هتكل بلاوي، ناس عايزه تعيش سفلقه. بنت فردوس. نعم يا معلم. تعالي هنا يا بنت. ايه رايحه فين؟ رايحه الشغل يا معلم. شغل؟ امال الصندوق فين؟ خلاص ربنا تاب عليا من شغلة الصندوق. يعني ايه؟ امال هتشتغلي في ايه؟ في بيت المعلم امام في الغورية، ولاده طلبوني وحيدوني ما هي كويسة. يعني هتخدمي في البيوت؟ وماله؟ اهو كله شغل يا معلم، والشغل مش عيب. ولما هو كله شغل والشغل مش عيب، ما تخليكي في الشغلانة اللي بتنعنشك وتريشك. شغل ايه اللي تقصده يا معلم؟ الله، ما قلتلك يا بيت الصندوق برضه، وجنب الحلاوه والعسليه تشيلي لك كام حته تلفي بيهم على الزباين، واخر النهار تعكمي لي قرشين كويسين. يفتح الله يا معلم. يا بت يا بت ما تخافيش، دي شغلانه بسيطه ومامونه 100%، وهتاكلك الشاه، هتخلي القرش يجري في ايديكي. تعال جابوكي عند احسن دكاتره، تسكني في شقه، تحوشي لك قرشين تتجوزي بيهم. اعمل معروف يا معلم، سيبني في حالي، انا ما اكلش لقمتي الا بالحلال، وحد الله ما بيني وما بين الشغله دي. ايه ده؟ طيب خليكي بقى غرقانه في فقرك، بس يكون في معلومك توردي لي كل شهر جوز جنيهات. بتوع ايه يا معلم؟ اجره الرجاله اللي بيحموك ويحرسوك في الرايحه والجايه. رجاله مين اللي عايزه تحرسني دي؟ ومين قالك ان انا عايزه حد يحرسني؟ الله، هو لازم حد يقولي انت بنت حتتنا ولازم نخاف عليك، والامر برضه ما يسلمش، وانت راجعه بالليل حد يترازل عليك يتعرض لك. ياه، وانت قادره الناس بقى بالحاجات دي يا معلم. وعشان كده انا عينت لك حرس مخصوص من رجالتي ومجانا كمان. طب والاتنين جنيه دول بقى بتوع ايه؟ دول يا دوب حق الشاي والسجاير. لا والله يا معلم طلعت شاه. بلاش لماضة وطولة لسان، أول الشهر لازم تدفعي الفلوس، وإلا هتلاقي نفسك أنت وأبوكي مرميين في الشارع. ما بكرهش مكان في الدنيا زي ما بكره الضرب ده، بحس فيني مسجونة جوه سرداب من سراديب العصور الوسطى. ياه، وإيه اللي يجبرك تفضلي فيه؟ ظروف كتيرة، لكن هتتغير قريب إن شاء الله. بعد كام شهر هتخرج واشتغل، وساعتها هسيب أنا وأمي، هنطلع على وش الدنيا. يمكن صحيح ما نروحش جاردن سيتي ولا الزمالك ولا المعادي، لكن المهم هنخطي أول خطوة برا درب السماء، بعيد عن بيت الحلواني، بعيد عن عباس وشحاتة العايق وبهلول المكذوب. ده انت مش بتكرهي المكان وبس، ده الناس كمان. أنا بكره التخلف والجهل، سواء في الناس أو في المكان، وللأسف
الاثنين مش منفصلين عن بعض. بس انت نشأتي في المكان ده وعشتي وسط اهله. صدفة. لكن مش هخليها تستعبدني. انا درست وتعلمت الادب الانجليزي وعرفت قيمة ان الانسان ازاي يكون مثقف ومتحضر. تمام تمام، زي البنت والمشربية. البنت والمشربية؟ قصدك ايه؟ ابدا، نفس الصورة اللي كانت شغلاني وبحاول الاقي لها التكوين المناسب. بنت محجوبة ورا مشربية، محجوبة عن العالم لكن مش مستسلمة للحجاب ده، بتتحداه وبتحتج عليه بالطريقة اللي تقدر عليها. نظرة عينيها. بس أنا عندي وسائل تانية أقوى من نظرة بالعين. الله، رايحة فين؟ عندي محاضرة مهمة لازم أحضرها. فرصة سعيدة يا أستاذ صبري. فرصة سعيدة. زي ما تكوني مش ناوية تيجي هنا تاني. الحقيقة مش عارفة، يمكن أجي يمكن مجيش. عن إذنك. وهتعمل إيه يا عوضين؟ هتتفعله؟ طبعا يا جريبي، ما دمت ما قدرش اقف قدامه، كمان ما فيش حته تاويني غير اوضه ايوب، كمان ما قدرش ارجع البلد. على رايك ما باليد حيله. هو ما حدش قادر يوقف شحات عند حده. باي، هو طلب منك تدفع انت كمان؟ هو طلب منك حاجه انت راخر؟ ابا ده الحكايه وسعت جواس يا عباس. ايه الحكايه يا عم ايوب؟ شحاته طلب منك حاجه؟ هو ما طلبش مني انا. امال طلب من مين؟ البنت فردوس الغلبانه قابلتني بره الضرب وانا راجع، قال بسلامته وعاوزها تدفع 2 جنيه كل شهر عشان رجالته يحرسوه. بدل حمايه. امال لو حد ما دام مش لاقي حد يقول له تلت التلاته كام؟ ايوه على رايك يا عوضين، ده حتى تبقى عيبه في حقنا كلنا. انا شخصيا مش هسكت. طب وانت هتعمل له ايه يا عم ايوب؟ انت مش قادر تمنعه عن البيت اللي انت بتحرسه، ثم انت غريب عن اهل الضرب، ابعد عن الشر وغني له كده يا عباس. بقى بعد العشره الطويله دي جاي تقول انت غريب عن اهل الضرب؟ مش قصدي يا عم ايوب، انا خايف عليك من شحاته والبلطجيه اللي حواليه. وانت يا سي عباس خايف انت كمان؟ كنت دايما تقول لي ما يجي الوقت المناسب هدخل شحاته ورجالته الشوق زي الفران. لسه ما جاش الوقت المناسب؟ يعني عايز نعمل ايه يا عم ايوب؟ ها؟ اشيل شومه وادور اقول شكل للبيع؟ اسيب شغلي وارجع للبطاقه تاني؟ عم ايوب مش قصده يا سي عباس، هو غرضه ان احنا نقف قدام شحاته ونكسر بلاويه وشره عن الناس. سيب عباس يا عوضين، سيبه في حاله، بعيد عن المشاكل. الظاهر ان شحاته قعد وياه شويه النهارده. قصدك ايه بقى غفير النحل؟ انت بتشتمني يا عباس، كتر خيرك. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي، مش كده؟ هو احنا اللي نتخانق مع بعض ونسيب شحاته؟ اقعد اقعد يا سي ايوب، اقعد يا سي ايوب، اقعد يا سي عباس. اشربوا لكم سجارتين كده وانا هروح اجيب لكم الشاي. صلوا على النبي. على فين يا عوضين؟ هقول لي علاش يجيب لنا ثلاثة شاي عند سي عباس. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش، بس تخف رجلك وأول ما تطفحوا الشاي تبقى تجيني عشان عايزك. خير يا معلم، يعني بس قول دلوقتي لأني أنا مش فاضي أجيلك تاني. ليه؟ وراك الديوان ولا التشريفة مستنياك؟ ولا الديوان ولا التشريفة، ورايا شغل أكل عيش. وهتخلص منه إمتى؟ دي يمكن فيها سهرة للصبح. أخسارة، طول عمرك فقري. كان ليك عندي شغلانة للادي هتكسب منها قرشين حلوين. الله الغني،
الشغل اللي عندك ما ينفعنيش. طب انكاشح بقى من قدامي دلوقتي وما تنساش المعلوم، اول ما تقبض تجيلي على طول. يا تكداهيه. قول لي يا حضرت، محسوبك المعلم شحاته العايد. وحضرتك مش مهم. ممكن تقول لي؟ اقول لك ايه؟ مش ده برضو ضرب السنجق؟ هو بعينه. امال فين بيت الحلواني؟ ايه بيت الحلواني؟ وعايز بيت الحلواني في ايه بالعافية؟ لا ده موضوع علمي ما يهمكش. لو سمحت تشاور لي عليه. ايوه بس مش تفهمني انت عايز البيت في ايه؟ يا استاذ انت هتدور على بيت الحلواني؟ اتفضل معايا. متشكر يا اخ. محسوبك عوضين. اتفضل. شكر يا عوضين. شعب. اتفضل يا بيه. مين ده اللي جاي مع عوضين؟ مش عارف، انما باين عليها فندي محترم. البيه بيسال على بيت الحلواني. ده يا بيه، يا بيه ده عم ايوب الغفير بتاع البيت. اكيد هو ده البيت. اكيد. متشكر يا اخ عوضين. يا بيه متشكر يا اخ عوضين. شكر. العفو. وحضرتك عايز ايه من بيت الحلواني؟ ها؟ وانت مين؟ محسوبك ايوب غفير البيت. ايوب. قول لي يا ايوب، عندك اوضه فاضيه كويسه؟ اوضه فاضيه كويسه؟ كلوش قالوا لك ان بيت الحلواني ده لوكاندا؟ مش بالظبط، لكن قالوا لي ان هلاقي فيه مكان يصلح لاقامتي. مكان يصلح لاقامتك؟ وحضرتك رسام؟ رسام؟ لا 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 طبعا. لا مؤاخذه يا استاذ، بس عشان عم ايوب يفهم، ممكن حضرتك تعرفنا بحضرتك والسبب اللي جيت عشانه ضرب السنجق؟ انت من بتوع خان الخليلي؟ ايوه انا عباس ابو غوره. اهلا يا قص عباس. انا على فكره شديد الاعجاب بالصناعات الفنيه الدقيقه اللي بالشكل ده. تشكر. ممكن بقى نتشرف باسم حضرتك؟ دكتور انيس عبد الباقي، استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا. تشرفنا يا دكتور. وحضرتك بقى جاي تتفرج على بيت الحلواني؟ اتفرج؟ لا طبعا، انا جاي اشتغل. تشتغل؟ تشتغل ايه؟ بحث تاريخي على جانب كبير من الاهميه. ايوه بس عدم المؤاخذه، بيت الحلواني ده للفنانين، للرسامين اللي بياخدوا تصريح من الوزاره عشان يشتغلوا فيه. لا 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 ما تخافش، انا كمان معايا تصريح. لحظة واحدة. يصرح للدكتور أنيس عبد الباقي بإجراء ما يراه من أعمال البحث والتنقيب في بيت الحلواني الأثري الكائن بضرب السنجق قسم الجمالية، بما يخدم أغراض الدراسة التاريخية المشار إليها في الطلب المقدم منه، بشرط ألا تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالبيت أو الإساءة إلى قيمته الأثرية، وبالتالي يراعى عدم إجراء أي حفريات أو عمليات هدم داخل البيت على الإطلاق، وفي هذه الحدود يراعى تسهيل مهمة سيادته وتقديم العون اللازم. أهلا بيك يا دكتور. تشك. ما تتصورش التصريح ده خد مني مجهودات قد ايه علشان يطلع. مذكرات ولجان واجتماعات واتصالات، واخيرا اقتنع. الظاهر البحث اللي حضرتك بتعمله مهم جدا. مهم؟ مهم دي كلمة صغيرة قوي يا استاذ صبري عبد السلام رسام. شوف يا استاذ صبري، البحث بتاعي لو وصل للنتائج اللي بتوقعها هيعمل ركه في الاوساط العلميه والتاريخيه، مش في مصر بس،
في العالم كله. ياه، للدرجة دي؟ واكتر. لما اكلمك عنه هتعرف اني مش ببالغ. على كل حال انا بتمنى لحضرتك كل توفيق. متشكر. ايه ده؟ بديع، لوحة جميلة فعلا. بس لسه ما كملتش. ايوه فاهم. بس انت انت ليه راسم المشربية بالطريقة التجريدية دي؟ الحقيقة اللوحة دي تقدر تقول عليها بروفا، يعني نوع من انواع التخطيط لسه بجرب فيه انطباعاتي، لاني ما بنقلش من حد ولا بدور على موضوعات تقليدية. عظيم. والعيون دي رسمها اكتر من مرة ليه؟ لنفس السبب برضو. انا ما اقدرش ادعي اني خبير بفن التصوير، تقدر تقول اني مجرد متذوق، ولكن مع ذلك اقدر اقولك ان خطوطك تدل على انك فنان حقيقي. انا متشكر جدا يا دكتور، دي شهادة اعتز بيها. لا حقيقي، وانا سعيد ان ظروف جامعتنا هنا في بيت الحلواني، ومتأكد اننا هنتفاهم. ده مؤكد. اذا ما كانش يضايقك طبعا، انا هبقى اسمح لنفسي ان اقول رأيي في شغلك باستمرار. صحيح انا هبقى مستغرق تماما في شغلي، لكن هتلاقيني كل شوية معك. ده شيء يسعدني. امال الجدع الغفير ده اللي اسمه ايوب؟ ايوب اسم مش منتشر كتير، لكن له جذور في تراث الشعب المصري. تلاقيه بس بيحضر لحضرتك المرسم اللي جنبي علشان تستريح فيه. استريح؟ ما افتكرش يا عزيزي، من دلوقتي الشغل، مفيش وقت للراحة ابدا، شغل وبس. قلتلي بقى الاستاذ ده جاي عشان يعمل بحث. هم بيقولوا كده. بحث عن ايه بس؟ وانا مش عرفني يا معلم. مش يمكن عايزين يعرفوا ايه حكايه الاصوات اللي بنسمعها من البيت ده؟ تفتكر كده؟ جاي ليه؟ لا فادي عبيش يا معلمي. انا هنا وانا هنا. انا متخصص في فتره تاريخيه معينه، كل أبحاثي ودراساتي مركزة فيها، هي فترة الحملة الفرنسية. عندك مثلا رسالة الماجستير، كانت عن محمد كريم ومقاومته للحملة. رسالة الدكتوراه كانت عن ثورة القاهرة الثانية وضرب الأزهر. حتى كتبي كلها بتتكلم عن نفس الفترة. والبحث اللي حضرتك بتعمله مرتبط أصلا بنفس الفترة؟ طبعا. طب وده صلته ايه ببيت الحلواني؟ صلته ايه؟ ده صلته خطيره جدا. عن طريق البحث بتاعي بيت الحلواني هيدخل التاريخ، هيفرض نفسه على العناوين الرئيسيه في جرايد العالم ومجلاته. بتبص على ايه عندك يا بدار؟ انت مش كنت معانا النهارده الصبح وهو بيرسمك؟ اصلي في ضيف جديد جه يا ماما. جديد؟ وريني كده. لا ده مش باين عليه رسام، ده باين عليه حاجه مهمه قوي. تلاقيه الاستاذ بتاعهم. ما انتش فاكره الاساتذه لما كانوا بيجوا للرسامين اللي جم قبل كده؟ لا شكله مش زي الرسامين، ده حاجه تانية خالص. يمكن بقى واحد قريبه. قولي لي عملت ايه النهارده الصبح وهو بيرسمي؟ قال لك ايه؟ ولا حاجه يا ماما. يعني هعمل ايه؟ انا قعدت وهو قاعد يشخبط في اللوحه اللي قدامه. ايه يشخبط؟ ايه هو رسم وحش؟ لا مش مساله وحش، اصله باين عليه من الناس بتوع التقليع اياها، السرياليه والتكعيبيه والتجريديه وال... يعني ايه؟ مانيش فاهم. يعني مثلا يا ستي اما يجي واحد فيهم عشان يرسمك يقوم راسم شجره برتقال، ومكان البرتقال يروح راسم عليه المفنجله كده اهو، يقول لك انا شايفك كده. يخيبك يا مدارة، يعني مش داخل دماغك. لا هو اصله شكله كده ذكي ومليان، مش سطحي زي اللي جم قبل كده. يا اختي انا مش قادره افهمك، شويه تقولي بيقعد يشخبط كده
وشوية تقولي لي زاكي ومليان. ايه الحكاية؟ الخوف يا ماما من النوع اللي زي ده اللي ما تقدريش تفهميه بسرعة. طب وانت خايفة منه ليه؟ انا خاف منه؟ لا طبعا، بس انا عايزة افهمه كويس عشان بيني وبينه رهان. سيبكوا بقى من الجدع الرسام ده دلوقتي، انا مش مطمن للراجل الجديد ده اللي طب على غفله، باين عليه عقر وغويط قوي، يعني شغلانه كل ليله مش هتنفع، لازم نكن شويه لغايه ما نعرف حكايته ايه. فاهمين؟ فاهمين يا معلم. ايوه معلم، بس القط دخل جوه فعلا. مين بس اللي اذنه انه يدخل؟ معلمي بيقول اني متفق معاك. متفق معايا انا؟ اه والله افتكرت. معلش ما يضرش، دي حاجه تانيه، وهو برضو يمكن تعمل عمل. أنا آسف يا أستاذ صبري، أصلي بصيت من شباك أوضتي فلفت نظري شيء مهم جدا في نقوش المشربية، فجيت أعيد النظر من عندك. أوي يا دكتور، اتفضل. شكرا. مظبوط، أنا ما غلطتش، هي نفس النقوش. نقوش إيه يا دكتور؟ شوف يا عزيزي، نقوش الأرابيسك والمشغولات الخشبية اللي بتشوفها في المساجد والبيوت القديمة، وإن كانت بتتشابه في الشكل العام إلا أنها بتختلف في تفاصيل دقيقة جدا. التفاصيل الدقيقة دي هي اللي بتحدد العصر اللي صنعت فيه. يعني المشربية دي حضرتك عرفت إنها اتعملت في أي تاريخ بالتحديد؟ طبعا، وأنا دلوقتي تأكدت، وده من صالح البحث اللي أنا جاي علشانه. المشربية دي يا عزيزي صنعت في عصر الحملة الفرنسية. برضو مش قلتلك ان ده من صالح البحث بتاعي؟ تصبح على خير. من كده ايه بقى؟ تخليني استلف اليشمك واجيبه علشان تعملي بيه كده، وانا فاكره انك كنت هتعملي بيه حاجه مهمه. وهو في اهم من كده يا ماما؟ عشان تشغلي الجدع وتضحكي عليه. لا، عشان الرهان اللي بيني وبينه، واديني كسبت اول خطوه، شال اللوحه الاولانيه وبدا يرسم في الثانيه. بتنتي انا مش قادره افهمك، انت عايزه منه ايه؟ ما قلت لك بتسلى يا ماما. بتتسلي؟ ومدحت هتعجبه التسلية دي؟ مدحت؟ آه، مش بتقولي له بتكتبي له كل حاجة في الجوابات؟ يا ما نفسي أعرف بيرد عليك يقول لك إيه. أنا عارف إنك عايزة تحققي ذاتك وتخرجي من دايرة الضعف اللي حواليك بطرف السنجة، ودي الروح اللي بحبها فيك، إنك مش بتستسلمي للواقع، بتدوري على نفسك والمكان اللي عايزة تكوني فيه. بس السؤال اللي دايما بسألهولك وأكرره تاني،
يا ترى دي الوسيله اللي هتحقق لك احلامك؟ ايوه الفطار يا استاذ. طيب يا ايوب لحظه واحده. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا ايوب. تاخرت النهارده قوي. ها ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ ياه يا قوة الله. ايه يا ايوب في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن.